صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل كل إنسان مسلما كان أو كافرا معه قرين من الشياطين؟ وهل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم قرين من الجن؟ نعم، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الله أعانه عليه فأسلم كما في الحديث. وإلا كل إنسان معه قرين من الشياطين، الشيطان يأمره بالشر والملك يأمره بالخير، فهو مع من مال إليه. إن مال إلى الملك صار من أهل الخير، وإن مال مع الشيطان صار من أهل الشر. نعم.